هاي يا حلوين، النهارده هيكون من سلسلة أفضل 5 منتجات من الدراج ستور. هيكون عن الباودرز اللي أنا جربتها واستخدمتها من الدراج ستور وكانت حلوة قوي معايا. فبليز قبل ما تبتدي الفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو، كمان تعملوا سبسكرايب للقناة وتدوس على زر الجرس عشان يوصلكوا إشعار نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد، وكمان تابعوني على كل السوشيال ميديا بسيبها تحت في الديسكربشن بوكس أو في أول كومنت مثبت. لقوا سلسلة كاملة على القناة موجودة في البلاي ليست، هتلاقوا افضل 5 منتجات من الدراج ستور تقدروا تتفرجوا على بقية الفيديوهات. طيب اول باودر معايا وهي الباودر دي من لونا، من الباودرز اللي فاجئتني بصراحة. انا لسه جايباها من قريب، مش قريب قوي يعني، بس من 5 6 شهور مثلا، واتفاجئت بيها بصراحة. الباودر حلوة جدا، اولا الباكجينج حلو جدا، انا بحب الحاجات اللي عليها الحاجات الفرعوني دي، والرقم بتاعها او درجتي فيها 606، وهي مرسوم عليها كده القطة المصرية دي، بصراحة الباكجينج لذيذ قوي. بس طبعا ما فيهاش مراية لان هي تعتبر رخيصة شوية، وكان سعرها تقريبا في حدود 100 جنيه، دلوقتي ممكن بعد زيادة توصل ل 150 ولا حاجة. بس الباودر حلو قوي، ناعمة على الوش، ممكن تثبتي بيها او تنظفي كمان بيها تحت العين، ولو بقيت خفيفة ممكن تثبتي بيها تحت العين عادي، ما بحسش انها بتكلكع او تنشف لي وشي او اي حاجة، وكمان ممكن اثبت بيها وشي كله عادي. انا ما بحب الكومباكت باودر اصلا عن اللوس، وبحس انه لو هي فعلا حلوة وانتي خدتي بيها بايد خفيفة هتثبت معاكي حلو، وهتبقى حلوة بدل ان انتي تروحي تجيبي مثلا 2 باودرز، واحدة لوس واحدة كومباكت. ممكن لو انت استخدام شخصي تجيبي كومباكت بس وخلاص. تاني باودر من الباودرز الحلوة قوي 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 اللي ما شفتش حد بيتكلم عنها كتير، وهي الباودر دي بتاعت جولدن روز، اللي هي اسمها طبعا باين متبهدلة جدا يعني، اللي هي فيها SPF 15 واسمها بريست باودر بفيتامين اي ان اي. دي الدرجة بتاعتي فيها 105، اسمها سوفت بيج، وده شكل الباودر من جوه. بيجي كان معاها باف كده بس انا طبعا شلتها، وده شكلها، دي تغطيتها شوية اخف بس برضو ممكن ان انتي تنضفي بيها. بس عايزة بقى تاخدي منها كمية، ممكن تثبتي تحت عينك برضو بطريقة لطيفة، ممكن تستخدميها كفينشنج كده لو هتدمجي بيها كل حاجة على الوش، خفيفة جدا على البشرة ومش بتنشف الوش خالص. وكنت بثبت بيها الكونسيلر وكانت حلوة جدا، وساعات بثبت بيها وشي برضو، بس هي في الوش مش قوية قوي لو بشرتك دهنية، يعني لو بشرتك دهنية هتبقي تاخدي منها كمية كبيرة او هتبقي محتاجة تثبتي بالسبونج، انا كنت بثبت بالفرشة. الباودر دي من الباودرز الحلوة جدا جدا اللي انا انصحكم تجربوها، بصراحة حلوة جدا. وحتة ان هي فيها SPF 15، دي SPF 15 مش بيعمل فلاش باك ولا حاجة، انا كنت دايما بستخدمها معاكم في الفيديوز، دايما كنت بستخدمها في الصيف اللي فات ومكانتش بتعمل اي فلاش باك ولا اي حاجة، فهو حلوة يعني مش هتضايقكم ولا حاجة في الاستخدام او على الصور او كده. الباودر من الباودرز الحلوة جدا وبرضه هي تركي، هي الباودر دي من نوت. الباودر دي بصراحة عجبتني جدا، كانت اكتشاف في الفترة الأخيرة اللي أنا استخدمت فيها باودرز جديدة، قعدت فترة طويلة ما بجيبش باودر جديدة خالص، بس الباودر دي لما جبتها برضو بصوا عاملة ازاي، دي خلاص قربت تخلص، أنا بس سايباها عشان عايزة أعمل لكم فيديو عن ميك اب كامل بمنتجات نوت، لو أنا فضلت أستخدمها هتخلص قبل ما أعمل الفيديو ده، فأنا سايباها بس عشان الفيديو. وبيجي من تحت كده في سبونج بس أنا ما بستخدمهاش دلوقتي لأن بهدلتها على الآخر، وكمان بيجي فيها مراية، يعني الباكجينج حلو قوي. الباودر دي سعرها غالي شوية، تقريبا 300 جنيه، والدرجة بتاعتها اللي معايا رقم 1، والدرجة حلوة جدا عليا، والتغطية بتاعتها عالية. بصوا شكلها عامل ازاي، برضو تنفع لو انتي حابة ان انتي تنضفي تحت عينيكي بيها او تحددي الوش. ساعات كنت بثبت بيها الكونسيلر برضو، ما بيهمنيش لو انا عايزة تغطية عالية، بس هي كانت حلوة. وفي ناس بتقارنها بماك، بس انا بشوف ان ماك تغطيته اعلى شوية، بس هي حلوه برضه يعني بتقضي الغرض لو انت عايزاها لاستخدام شخصي، حلوه جدا بدل ما تروحي تجيبي ماك. بس في واحده دلوقتي بقى اقول لكم عليها، هي بديله ماك اكتر من دي، وهي الباودر دي بتاعت لوريال اللي هي اسمها 24 hours fresh wear. دي اللي هي الفاونديشن باودر اللي هي كانت نازله قلب الدنيا، الناس كلها بتمسك الاسبونج وتروح ماسحه كده، وكنت عامله لكم فيديو عنها، بس انا مش شايفه ان الاستخدام ده حلو ليها، انا شايفه ان انت تستخدميها كباودر زي ماك كده، او ان انت تنضفي بيها تحت عينك، تحددي بيها الكونتور، تزودي بيها تغطيه الكونسيلر، الحاجات دي كلها شايفاها احلى بصراحه بكتير من ان انت تستخدميها الاستخدام التقليدي ده. هي بتيجي كده وبيجي برده فيها الاسبونج بتاعتها ومعاها مرايه، بصراحه الباكجينج حلو جدا وتغطيتها عاليه قوي وناعمه قوي قوي على العين، والدرجه دي كانت حلوه عليا يعني مش سخيفه، الدرجه رقم مسحت درجه تقريبا اتشالت، اه لا 125 ايفوري باف. ده شكل الباودر، حلوه جدا جدا. اخر باودر معايا بقى هي لوس باودر،
وانتوا عارفين طبعا، متهيألي الناس اللي متابعاني عارفه انا هتكلم عن ايه. هي الباودر دي من فيت مي، اللي هي اللوس باودر. الباودر دي عيبها الوحيد ان هي مش موجوده في الميدل ايست، يعني صعب ان انت تجيبيها من الميدل ايست، يعني صعب ان انت تجيبيها، هتضطري ان انت تطلبيها اونلاين، يا اما بقى بيج بتبيعها، يا اما ما تنصحكوش بصراحه تجيبوها من على امازون او من على نون، لانه ممكن تبقى مضروبه، وارد جدا، فهاتوها من سيلر يكون موثوق فيها ان هي بتجيب الحاجه من امريكا او من اوروبا او كده. فالدرجه اللي معايا دي درجه 10، والدرجه دي حلوه قوي عليا، وبص انا قربت برضو اخلصها. اوه ايه ده، قعدت على نفسي. بصوا الدرجه بتاعتها عامله ازاي، هي بس عشان لوس فبتبهدل الدنيا. دي يمكن اللوس باودر الوحيده اللي في الفتره الاخيره، يمكن في السنه الاخيره كلها اللي هي 2022 كنت بستخدمها، ما استخدمتش ولا لوس باودر جديده، ولا حاولت ان انا اشتري حاجه جديده او اجرب حاجه جديده او اي حاجه. يعني دي هي بديله هدى بيوتي، وهي احلى من هدى بيوتي. فالباودر دي لو لقيتوها بجد ما تفوتوهاش، حلوه جدا وناعمه، وانا بشرتي جافه ومش بتجفف بشرتي خالص، حلوه للناس اللي بشرتها دهنيه، ممكن يعملوا بيها بيكنج، حلوه جدا جدا، وتستاهل يعني الفلوس، وتستاهل ان انتوا تدوروا عليها وتتعبوا شويه، بس لو لقيتوها هاتوا. يمكن دي الباودر الوحيده اللي دخلتها بين يعني كل اللي انا اتكلمت عنهم هم كومباكت باودر. باودر دي الوحيده للوس، لان انا لما جيت اعمل الفيديو ما لقيتش ان انا هتكلم عن لوس غير دي، فانا مش هعمل اكيد فيديو عشان اتكلم عن افضل 5 منتجات لوس باودر من دراج ستور، وهتكلم عن دي بس، هي بالخمسه، فحطيتها ضمن الفيديو عشان هبقى بتكلم عن الباودرز بس. فدي من ضمن الحاجات اللي انا حبيتها جدا كباودر لوس باودر. لو انتوا حابين ان انتوا تجيبوا حاجه لوس، هي دي الاوبشن الوحيد اللي انا شايفاه في الدراج ستور ان هو حلو جدا. طبعا في فيديو تاني انا عاملاه على القناه اصلا بس قديم، فيه افضل منتجات او افضل 5 لوس باودر انا استخدمتهم، هسيب لكم اللينك بتاعه. بس انا بقول لكم على الحاجات الجديده اللي انا جربتها، الحاجات اللي انا اضفتها لمجموعتي، او الحاجات اللي انا جربتها جديد وبقول لكم عليها. بس التانيين برضو حلوين، يعني اماندا كانت حلوه، توب فيس كانت حلوه، بس لا دي في حته تانيه، يعني دايما بلف لف وارجع لها تاني. ففيتمي كانت رهيبه بصراحه. بس كده حلوين، دي كل حاجه الفيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجايه، وتدوسوا على علامه الجرس، وساعدوني بقى عشان اوصل لل 50,000. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.